البطولة الإنجليزية، المنازلة الرهيبة والقوية تشيلسي مانشستر سيتي في افتتاح سادس مواعيد البريمير ليج في استاد ستانفورد بريدج بمتابعة لمئات الملايين من المشاهدين. البلوز يا السادة يتصدر الترتيب العام برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، محرزا 4 انتصارات وتعادل، والوحيد رفقة مان يونايتد وليفربول لا يعرف الخسارة إلى حد الآن. بينما الغريم على تشكيلة الخطة التكتيكية 3-4-3 ويعتمد على خطة 3-5-2، هذه الخطة التي نجح بها مودريتش يعدي جريليش يوزع وضربة مرمى للحارس ادوار ماندي. قلنا حكم المباراة ميكال اوليفير 36 عام، المدرب الاسباني بيب جوارديولا الى جانب البومبر لوكاكو. جيزوس يحاول المراوغة يوزع بعيد على السحب ل 115 مليون اورو. جاك جريليش قادما من الفيلانس اصلا، اكيد هذا بانتصارات مدوية كمهاجم ثالث واعتماد متوسط الميدان. جورجينو 5 لاعبين وسط ميدان، المخالفة لرومان دياش قلب الدفاع الدولي البرتغالي. مياه السادع السنغالي ماندي كمل يعدي لليمين جابرييل جيزوس وميكايل اوليفير يأتي ركنية بتدخل الصخرة الألمانية فرناندينو. كرة بعيدة من كارو دياش في الفدن يوزع على في الفدن، ومين دفاعي رائع من كريستيانسا. ميكايل اوليفير يتفرج ما الذي يجري فوق الميدان. الريس جيمس يعاني الاصابه الان. كره لابورت هذه بعيده الكره لكارو جميه، وكيفن دي بروين يوصل لكيفن دي بروين. دي بروين ولسي 3-1. المسجلون للسير ضيع الفرصه ولوكا كليش يعدي لشكون جريليش. جريليش يوازن هذا فيرنر الالماني التسويب والركنية بتصدي لدياش ولع المباراة. نار كان والكان سريعة الراي على فيل فودن، راي على فيل فودن. كيفن دي بروين يوزع الإسبانية وكورة بالسيتي. جورجينو جينو الكرة لكانسيلو وروديغر. والإيطالي ساري كان مدرب الروس على الفريق الإنجليزي. متابع لكلامي وكرة تبرا في العالم على مستوى الكرة، وهذا كان والركناية هدف الإنجليزي جو كول، هدف الأوكراني الشاب. البحث على فيل فودن التسونامي مانشستراوي جورج. هذه الكرة فيل فودن يوزع وجورجينو ينقذ الخطورة. فيرنر السريع لكن وين أمامه أذبيليكويتا، مخالفة ضد كابتن البلوز. توماس توخيل قدم للجميع التسويب والدفاع الأزرق يسد ويرد روديغر. لحظات صعبة لديفان بلوز. فوتر اليوزا يعدي لرودري تسوي وروديغر في الركنية صاروخية إسبانية. يحاول المرور والتصدي من كريستا في مسيرته التدريبية، والصاروخية البلجيكية لكيفن دي بروين. كانسيلو كانسيلو ليوزع جبهة 3 للإسباني ليفربول. كورنر لروديغر إنجليزية وتحدي يوزع خطورة خطورة. جول جول مانشستر سيتي يتواج في قلب العاصمة الإنجليزية ويتحدى بطل القارة الأوروبية السيتي بنجومه العالمية دي بروين وجابرييل. يعدي البلجيكي اوتا استدام كيفن دي بروين وبالراس الونسو. الجزاء
جرينيش غريبة غريبة من جرينيش.